السلام خوتي، فيديو جديد ها جديد خيتوني. غادي نخرج ندير واحد الدوره في كاسا بلاطه اليوم مع هاد الغزاله الزين هادي، هاد المعكازه. ايه انا بيدي كيعجبني نخرج، كيعجبني نمشي البحر. ايه ديك البحر انا كنقول لها السعي كتقول البحر. البحر حتى الغدا ماشي دابا يلا نوض. شنو دابا غدير؟ دابا كنت هاد الحوايج هادو غنعملهم هنايا في الصاك. اها شنو نعمل دابا؟ عملو في الصاك، عملو في الصاك حسن بعدا، حسن حسن القفاف ديال القفاف ديال هادي جاي من فرنسا صاحبتي. هاد القفة ايه هادي هادي شتي، راه فرنسا راه فيها ريحة فرنسا، ريحة فرنسا كلشي. ها كبدي شتي. يلا جمع ديك الحوايج تما نجمعوهم. ندخلو من البيت ويلا نمشيو نطيشو انا وياك. نمشيو نطيشو. نطيشو بغيتي طيش معايا ولا ما طيشي؟ انا وياك نطيشو نطيشو فرونسي زوينين داري بحال سبحان الله العظيم بحال الشكل ديال القليمات. داري بحال الشكل ديال القليمات هما ماشي قليمات. دابا شنو شي لك شي وحده؟ ايوا شي لك هادي زمستي. لا ما انا كيعجبني هذا الطويرات. طويل ايوا بغيتي الطويار؟ بغيتي تشري طويار؟ خسر الماكله ديالو شي غيلقى عليك غالي كثر من غتاكل انتينا خسر القهوه شتي. هنا يا مول النوار زعما صراحه كلشي كاين في هاد الشارع هذا والله العظيم زين تبارك الله هذا كلشي كاين النوار موجود كلشي كاين هنايا الجهه ديال كاسابراطا كلشي كاين. ها المغرب كان كفور الناس مساكن اللي متوحشين الناس اوروبا متوحشين بلادهم. يا زين نشوف شوفوا هذيك الحالة كلها. بغيت نمشي بغيت نمشي لواط لواط اللي كتعمر بهم الخايب وداك الشيء. ايوا نمشي نشوفوهم شحال كدير باكية. اه هنا كاسا بلاطا كاين كلشي كاين كلشي صراحة. مسنانة تبارك الله فيها فيها كاع حتى هكا. ها انتوما معايا اخوتي كنحكي لكم شويه الحومه ديال طنجه. ها
اليوم برد اليوم ها هي انا فاش خلقيت انا هاد الحومه واقيله ولا الحومه لها في خلقيت ها هادي هادي لا يا خلقت وكانت عندي كانت عندي واقيله 6 سنين ومشينا لهاد الدار في دابا حنايا جالسين ومني درت ملي درت 8 سنين طلعنا با طلعنا معاه طلعنا كاملين فهمتي ها لا ف شنو باقي صغارين وكاع باقي اللي خلقوا تما فهمتي هذه هي القصه ديالي اللي كنعاود لك دابا قصه حياتي زوينه ياك الصراحه شتي ايوا ف 76 76 طلعنا صباك عندي 8 سنين يعني بحال اللي عشت 45 عام وانا في اوروبا ودابا ما كرهتش اللي باقيني في الحياه نعيشو هنايا ولكن وحشين بلادك اه بزاف ولكن المشكله عندك واحد القانون اللي اكثر هادو اللي كيكونوا عندهم الجنسيه الفرنسويه حيت انا عندي الوراق فرنسويه الجنسيه الفرنسويه ما عندكش الحق تبقى اكثر من 6 اشهر يعني دابا انا 6 اشهر علين نساليها اه 6 اشهر هنايا اه علين شهر 11 شهر 2 11 شهر 2 نسالي 6 اشهر 6 اشهر ما عندكش الحق نجلس اكثر من 6 اشهر ايوا شحال نجلس في هنايا دابا خصني ما نفوتش خصني نطلع بحالي اوبليجي اوبليجي نمشي بحالي غير هي ملي كانت سبته كان الناس كيجلسوا هنايا مثلا 6 اشهر وكيمشيو لسبانيا ولا يمشيو لسبته كيطبعوا كيطبعوا وكتدخلي بحالي بحالي زعما خويتي المغرب ورجعتي مي دابا سبته حتى هي وقيلا مجدوده والله ما نعرف سبته حتى هي مجدوده خصنا نصورو وصافي باقي ما سولناش خاطري خاطري ملي كتبان ياك صافي سبته مجدوده سمعت هي ما نعرفش اه ها صح شوف تنشوفو عاوتاني مزيان تاكدوا في جوجل وداك الشيء والمهم اخوتي هانتوما معايا هانتوما معنا هانتوما معنا دابا حنايا بجوج ملي يقولوا معاك هما معاك صافي يلا حنا غنوصل ديك الحانوت نقدر نصور بحال اللي كنقول لكم ديما غنصور لا ما قدرتش نسى نوري لكم لوحدينا شي حاجه يلا صاب الحانوت اللي كيبيع هو لواط وقال لي هذيك المحبه كتسبع ب 27 فرانك ياك ياك يا اسره كاينه 25 وكاينه هذيك اللي ماشي محبه 25 فوالا